ليلة 17 تموز 68 وين كنت حضرتك؟ ها؟ وين كنت؟ بالبيت. بالبيت بس. يعني ما تعرف بأمر الثورة؟ ها. هم طريقة ذكية أحمد بكر قالها. قال إذا نسوي تعليمات للحزب البعثين إذا فشلت الثورة البعثين كلهم يقتلون. إحنا نخلي البعث العسكري يعرف بس. حتى تبقى داخل الجيش حتى يبقى الحزب فكرة كل جم فأي مدني أي مدني بها ذكاء ها الفكرة بها خوش وما بها ذكاء يحافظ الحزب إذا فشلت فالعسكري البعثي رح يتحمل المسؤولية وليس المدني فالمدنيين ما بلغوهم بس البعثي العسكري بس أكو مدنيين شاركوا مثلنا يعني خلينا نقول برزان التكريتي منو برزان التكريتي مو 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 صدام حسين مدني صدام هو زعيم الحزب واخرين ايضا مدنيين هو زعيم الحزب صدام اي يعني الحزب بشكل عام المدنيين بالحزب ما بلغوا خلينا نقول انهم كانوا محافظين على سر قيام الثورة بعدد ضيق من البعثين مثلا لا هم ما هي مو ثورة هي خيانة خيانة سعدون غيدان اتفقوا يا جماعة فهو عامر الكتيبة الحرس الجمهوري بقى كافي ولهذا ويا عبد الرحمن لا اتفقوا الانقلاب هو ويا عبد الرحمن عارف ولهذا ايش قال عبد الرحمن عارف أنا كنت أحبه وكان يحبني كثير عبد الرحمن عارف قال ليش ضربت القصر ودمرت ليش قلوا لي بالتليفون في مال يعني رايد الحكم مالكم بس المشكلة مالتي ما عندي فلوس فسووا لي سلفة 3000 دينار حتى أخذها سووا لي سلفة من مصرف من الحكومة نطتها السلفة العبدي وبقى يطي الأقساط مالتها أشرف من حكم العراق عبد الرحمن عارف عبد الرحمن عارف نعم. مو غيره أي واحد يقول هو لا طبعا بعد الملكي بعد فيصل الثاني ولهذا كنا نسميه فيصل الثالث الثالث نعم عبد الرحمن عارف احنا خاصة جليل عطية كان يسميه فيصل الثالث يكتب فيصل الثالث بالجريدة ويقصد به عبد الرحمن عارف يختلف عن شقيقة عبد كثير دموي كان هذا مو دموي أبدا أستاذ حسن كيف تقيم فترة الحكم العارفي العارفي؟ عبد السلام عارف كان شرس ولهذا كان يخافون منه كلهم عبد الرحمن عارف ما كان شرس ولهذا سووا عليه انقلاب لو عبد السلام عارف بعده هم البعثين حطوا له بالطيارة معقولة؟ يعني تأييد سكر حطوا له سكر تأييد يعني نظرية المؤامرة في مقتل عبد السلام عارف